خلونا نبدأ أخبارنا معاكم النهاردة من احتفالات المولد النبوي اللي كان امبارح، فرصة جميلة نتعلم فيها حاجات مختلفة عن المحبة والخير والسعي والاجتهاد، وإننا نكون أقرب لأفعال كلها خير ولطف. شفنا امبارح على السوشيال ميديا حاجات كتير كلها معاني جميلة، بداية من المسيحيين اللي كانوا بيوزعوا حلويات بالمناسبة دي في مصر، لحد الشوارع اللي كان فيها مظاهر حفاوة بالمولد النبوي. لكن الاحتفالات في صعيد مصر بقى ليها شكل مختلف، وبتكون ضمن مظاهرها كمان المرماح والرقص بالخيول وممارسة التحطيب، فنون جميلة مش هتختفي أبدا من الصعيد، وبيحرص عليها دايما الكبار والصغار، وبيتعلموه وبيورسوه كمان لأبنائهم جيل بعد جيل. احنا هنعرف تفاصيل أكتر عن طبيعة الاحتفالات دي وشكلها ومظاهرها من خلال أستاذ محمد عادل العماري، وهو أحد شباب الأقصر اللي مشاركين في تنظيم الاحتفالات دي. اهلا بيك يا فندم، صباح الخير وكل عام وانتم بخير، والامه الاسلاميه بخير، وشعب مصر الكريم بخير، وان شاء الله دائما كده معانا في جميع احتفالات مولد النبي الشريف ان شاء الله. وبحب اشكركم جميعا. كل سنه وحضرتك طيب، وعايزين طبعا نعرف منك بقى اكتر عن طبيعه الاحتفالات الفولكلوريه اللي بتكونوا حريصين عليها كل سنه في المولد النبوي. يعني يمكن احنا برضو بالنسبه لنا مش مالوف ابدا المرماح او لا الخيول عارفين طبعا، لكن احنا عايزين تفاصيل اكتر عن مثلا ايه المرماح ده، وازاي بتورثوه من جيل لجيل. بص حضرتك، انا هقول لك المرماح ده احتفالا بمولد النبوي الشريف تورثناه عن اجداد الاجداد من 150 سنه. احنا بنجهز له الحمد لله 14 يوم. يمكن صوتي منبوح شويه، لو انت تلاحظي كده في المكالمه احنا مش بننام ال 14 يوم من خلال اني اكثر من 60 الف متفرج بيكون موجودين في الحفل. بيبدا المرماح ده من الساعه 4 العصر حتى الساعه 5:30. نظام الخيول بتاجي من جميع محافظات مصر، من جميع محافظات مصر. والتحطيب بالعصا طبعا دي فن العظيم الصعيدي اللي هو طبعا جيل بيورث جيل، وكذلك الامر. ولله الحمد بيجوا جميع المتفرجين مسلمين ومسيحيين برضو، يعني خلي بالك، والكل بيوقف معانا، اخواتنا المسيحيين جيراننا برضو بيجوا، يعني حاجه جميله جدا. احب اوضح لحضرتك نظام الخيول ده والمرماح بالطبل البلدي بالمزمار البلدي. بيقوم الخيال بياجي ويجهز حصانه، طبعا احنا بندعي الخيالة زي ما بيدعونا في مناسباتهم وكده. بيجهز الخيال الحصان بتاعه وبياجي الساعه 3:30 قبل المرماح كده. بيخش في حاجه اسمها تقطيع اللي هي التحيه للزماره، يتحي الزماره، وبعد كده بحاجة اسمها المشلاة يتبارز هو وزميله بالحصان بالعصاية الطويلة دي. دي كان زمان أيام الصحابة وأيام الرسول يتبارزون، يعني فرحة بعيد النصر بالرماح اللي هي الطويلة، العصاية الطويلة دي. فاحنا الحمد لله تورثناها من أيام الصحابة، هذا التراث موجود عندنا. بس لو تكلمنا هي بدأت إمتى بالظبط في الصعيد، وشمعنا مرتبطة جدا بالصعيد، وإيه هو التحطيب بالظبط؟ لا انا همسك نقطه اللي هي اقدم حاجه اللي هي الخيل المرماح ده. بقول لك انا من 150 سنه في منشاه العماري، في عائله العماري. اوكي. بدا من 150 سنه، كانوا 3 ليالي 4 ليالي، بدات تزيد 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 لغايه ما بقت 14 يوم والله الحمد. يعني هل انتوا بتقعدوا 14 يوم بتحتفلوا؟ 14 يوم بنحتفل وبنذبح الذبايح 14 يوم، وبيوتنا ودواوين عائلة العمالي مفتوحة لكل الجمهور اللي انت شفتيه ده. بس مين اللي بيبقى متكفل بمصاريف كل ده؟ يعني انتوا بتذبحوا 14 عائلة العمالي وليس دعم من اي شخص، عائلة العمالي فقط هي اللي احنا مع بعضينا بنبقى. طبعا كل بيت مستقل بالذبيحة بتاعته غير الذبايح اللي في الدواوين الكبيرة. احنا دي بنلمها مع بعضنا، والليالي المدحين وحفلات رقص الخيل دي احنا بنلمها مع بعضنا. طيب استاذ محمد، يعني حضرتك انتوا بتعلموا الاطفال يعني الرياضات دي او الاستعراضات دي من سن كام سنه؟ من سن كام سنه؟ يعني الناس الفئه اللي بتحضر هل بيكونوا بس من اهل الاقصر ولا بيكون من كل محافظات مصر؟ عشان لا انا قلت لك من جميع محافظات مصر، 70,000 متفرج. ايوه. وعندي الاطفال، ابن اختي بسم الله ما شاء الله 8 سنين، وانا ركبت الخيل
كان انا عندي سني 6 سنين، يعني لله الحمد المتفرجين بيكونوا كل الفئات، ان هي حاجه كبيره جدا جدا عندنا ركوب الخيل دي، جميله جدا والناس بتعشقها عشق جميل. عظيم. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك علموا اولادكم السباحه والرمايه وركوب الخيل. عظيم جدا، بنشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد عادل العماري. طبعا يعني حاجه جميله قوي الحقيقه، وروح حلوه قوي، واحتفالات عظيمه الحقيقه. قد ايه يعني بتقعد 14 يوم؟ ده كتير قوي، مجهود كبير قوي قوي. يعني انا عماله اتخيل يعني كميه تكاليف كمان. تكاليف جباره الحقيقه، بيذبحوا كل يوم يعني. لا يعني حاجه. ممكن نروح عامه. أيوة. ممكن نروح نحتفل.